الصحة النفسية واستخدام المواد المسببة للإدمان وقاية وتعزيز وعلاج. استراتيجية عمل أطلقتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والهيئة الطبية الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف ضمان إمكانية وصول جميع سكان لبنان إلى الرعاية الصحية النفسية ذات الجودة العالية. تشكل هذه الاستراتيجية إنجازاً هاماً في عملية تطوير خدمات الصحة النفسية، لا سيما وأن الاضطرابات النفسية واضطرابات استخدام المواد المسببة للإدمان منتشرة في لبنان وهي من أولويات الصحة العامة. أما المجالات فهي خمسة. المجال الأول هو القيادة والإدارة، المجال الثاني هو إعادة توجيه الخدمات، الثالث هو الوقاية والتعزيز، الرابع هو نظام معلوماتي للصحة النفسية والأبحاث، والخامس هي المجموعات المعرضة. تستند هذه الاستراتيجية إلى الأدلة العلمية وتشدد على إشراك المجتمع واستمرارية الرعاية وحقوق الإنسان والصلة الثقافية. لقد حرصت الوزارة على مشاركة الجميع في صياغة هذه الاستراتيجية الوطنية، بدءاً بالوزارات كالتربية والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، ومروراً بجمعية اختصاصي الصحة النفسية في نقابة الأطباء، والمراكز الجامعية التي شاركت بعدد كبير من الخبراء، وأخيراً الجهات الداعمة للوزارة. Let me reiterate WHO's commitment to support the ministry in translating the strategy document into action for the benefit of all people living in Lebanon, so to prevent mental illness and have access to quality, decent care if needed. إن الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من الصحة. نحو رعاية صحية نفسية ذات جودة عالية. منظمة الصحة العالمية، مكتب لبنان.